بنرحب بحضراتكم مرة تانية. الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت في 28 أغسطس 2017 كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ اللي عقد في نوفمبر 2016. الأكاديمية بتهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في كل القطاعات، طبعا للارتقاء بالشباب بقدرتهم ومهارتهم. ومن أهم البرامج اللي بيتم التدريب عليها داخل الأكاديمية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج أيضا الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وغيره وغيره من البرامج المختلفة. معانا النهاردة ومنورانا في الاستوديو دكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. صباح الخير. صباح الفل، منورانا. ربنا يخليك. في البداية كده عاوزين يعني ندي للمشاهد لمحة سريعة عن الأكاديمية ودورها الفترة الأخيرة. يعني يمكن هناك الكثير من البرامج سواء حتى للشباب المصري الإفريقي وحتى الموظف الحكومي وغيره وغيره من البرامج اللي تمت، فلو ندي لهم كده لمحة سريعة عن الأكاديمية. هو زي ما انت تفضلتي كده، الأكاديمية صدر قرار إنشائها في أغسطس 2017 بقرار جمهوري من في خدمة السيد رئيس الجمهورية وبرئاسته لمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية. الأكاديمية الوطنية للتدريب معنية بصفة أصيلة بتدريب الكوادر البشرية، سواء عن طريق مبادرات البرامج الرئاسية أو زي ما احنا بنسميها في الأكاديمية مدرسة القيادة أو تأهيل للقيادة، تأهيل الشباب، تأهيل التنفيذيين، تأهيل الصغار، تأهيل العلماء، لأن هي بقى في كذا منتج من فكرة البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب للقيادة أو البي ال بي كالاسم متعارف عليه. كمان الأكاديمية أصبحت هي البوابة الرئيسية للولوج للوظيفة في الدولة، بغض النظر الوظيفة دي في أنهي قطاع أو أنهي جهة أو أنهي منشأة أو وزارة أو جهة قضائية أو غير قضائية موجودة جوه الدولة. كل من هو مخاطب أو هيخاطب أنه هيشغل منصب في الدولة هيلتحق بيها لازم يعدي الأول بدورات تدريبية تأهيلية داخل الأكاديمية الوطنية. مش بس دورات واختبارات ويعني عدة محاور، في الآخر بنحاول نضمن إن هو يكون في شكل واحد لموظف الدولة، شكل واحد وثابت و presentable، يعني واجهة مشرفة. يعني بالظبط كده. طبعا ده بالإضافة إلى مبادرة قومية كده عملناها. هي ليه مبادرة قومية؟ لأن هي مش من ضمن برامجنا اللي فيها استدامة واستمرارية. يعني احنا هنقعد طول الوقت نأهل أو ندرب الناس اللي مخاطبة أن هي تلتحق للعمل بالدولة، أو الناس اللي هي هتمثلنا في مكاتبنا الخارجية بره مصر، سواء تمثيل ثقافي، تجاري، عمالي، إعلامي وما إلى خلافه، ودي مناصب قيادية طبعا، أو البرامج الرئاسية بمختلف أنواعها. دي حاجة فيها ديمومة واستمرارية. لكن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف هي مبادرة عبارة عن بايلوت بروجكت أو مشروع قومي بنديه لمصر للدلالة على أن التدريب الفاعل ممكن هو يغير من سلوكيات موظف الحكومة في درجاته المتوسطة، فبالتالي يقدر ينطبق على رضا المواطن على استقبال الخدمة. لأن كمان الفئة المعنية بالمبادرة دي هم مقدمين الخدمات في الجهات المختلفة في الحكومة، وبالأخص في المحافظات المعنية بالأوتوميشن أو التحول الرقمي. يمكن حضرتك دايما تقولي بأنه الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة هي بس يعني هي مش بس مجرد برنامج رئاسي، لا ده احنا بنشوف برامج كتيرة جدا تدريبية، وفي منها كمان برامج ثقافية، برامج ترفيهية. هي أكاديمية لبناء الإنسان المصري، ويمكن هو ده توجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. فإيه أهم البرامج اللي بتتم، وهل أو نوعية المواد اللي بيدرسوها، وهل كل برنامج سواء كنا بنتكلم عن البرنامج الشبابي لتأهيل الشباب، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أو حتى الإفريقي أو للتنفيذيين، كلها نفس المواد أو نفس البرنامج، ولا بتختلف من برنامج لبرنامج آخر؟ لا طبعا بتختلف اختلاف جذري في نوعها ومدى صعوبتها او سهولتها واسماء ومسميات ومحتويات المواد اللي بيدرسوها.
لكن الثوابت اللي انت تقصديه او اللي اتكلمنا فيه ممكن قبل كده، الثوابت هي تكوين البرنامج بصفه عامه عباره عن ايه، سواء البرنامج ده للبرامج الرئاسيه لتاهيل القياده بمختلف انواعها، او للبرامج للعاملين بالدوله، او لبرامج حتى بتاعه اللي هي المبادره القوميه اللي عاملينها للمسؤول الحكومي المحترف. الموضوع عندنا مش بيقف بس عن مجرد قاعة دراسية فيها محاضر كفء أو مدرب محترف ومجموعة متدربين. احنا بنفترض زي ما انت بتقولي كده ان احنا بنساعد ان احنا استكمال او بناء او المساهمة في ان احنا نخلي التدريب ده فاعل عن طريق ان يبقى فيه أنشطة كتيرة جدا بتتخلله، غير ان التدريب بطبيعة الحال فاعل اكتر من البرامج الاكاديمية، ففي انتراكشنز او تفاعل اكتر بين المحاضر وبين المتدربين، ففي الكثير من ورش العمل ونماذج المحاكاة وما الى خلافه، لكن كمان في جزء ثقافي. جزء ثقافي يعني كل البرامج بمختلف انواعها واشكالها والفئة العمرية المخاطبين بيها والفئة الوظيفية المخاطبين بيها بيقوموا بأنشطة ثقافية. يعني بنروح أوبرا، بنقرأ كتب، وبنعمل زي حلقة كتاب الناس تناقش الكتاب. شفنا كمان ضيوفنا من بعض الدول الأفريقية، أخذتيهم زيارات لإسكندرية لبعض المناطق السياحية. بس تمام، بس يعني ده طبعا كان ليه يمكن تركيز أكتر، عشان كده بقول لك هي مش فيش حاجة ثابتة. الزيارات المعالم الأثرية بتاعتنا أو المشاريع القومية جزء لا يتجزأ من كل برامجنا، لكن الضيوف اللي بيجوا لنا أو الملتحقين ببرامجنا الأفريقية اللي بيجوا لنا لازم نوريهم مصر بجد. يعني مش مصر اللي بتطلع في الاعلام اللي في بلادهم اللي ممكن يكون منقوص او غير كامل او غير شامل، او كل حد بيعرض وجهه نظره. احنا عندنا وجهه نظرنا احنا بقى عن بلدنا بالزبط. فلازم يجوا يشوفوا مصر من اول 7000 سنه هرم لغايه قناه السويس. انطباعهم بيكون ايه؟ فوق ما ممكن انك تتخيليه. يعني انا كل مره بيجي لي نفس لما بروح معاهم ساعات مثلا، وخاصه قناه السويس والانفاق والقناه الجديده، الهمهمات الانبهار اللي بتبقى في كل المسرح من 100 او اكتر او اقل شويه حوالين العدد ده من الشباب الافريقي اللي بيلتحق بالبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب الافريقي للقياده، بتبقى واو. ما بيبقوش مصدقين فعلا، يعني في سرد المشروع هم مش مصدقين ان المصريين هم اللي اتبرعوا بالفلوس، ان هم وقفوا طوابير علشان يساهموا بفلوسهم علشان يعملوا قناه السويس الجديده. فده جزء انساني. الجزء العملي ان ازاي القناه دي قدرت ترجع فلوسها في وقت قليل جدا فوق تصورات وحسابات المؤسسات كلها. كل الكلام ده طبعا مش واصل عندهم او في الاعلام. لا لا خالص، لا واصل حاجات. يعني هو الشيء يمكن اللي بيبقى محزن شويه انك لما تقعدي معاهم تعرفي ان صورتنا في البلاد دي مش زي ما احنا حقيقي وضعنا. يعني ده مش تفاخر بان احنا حاجه مش عندنا، بس الواقع الحقيقي مش مواصل هناك. احنا تقريبا يعني خرجنا كم دفعه لحد دلوقتي؟ 3. ده في الافريقي. دلوقتي وكذلك الرئاسي للقياده المصري برضو 3. 3 دفعات. وهيبقى في دفعات جديده. الافريقي 10. احنا الكادو اللي مصر ادته لافريقيا بعد ترأس فخامه رئيس الجمهوريه للاتحاد الافريقي السنه اللي فاتت كانت 10 دفعات ب1000 متدرب. اعتقد ان احنا يعني هيبقى عندنا شيء من الطمع من كتر الفيدباك الايجابي ان احنا نستمر. يمكن ما نقدرش نعمل 10 دفعات كل سنه لان ده عدد كبير جدا عددا وتكلفه، لكن ممكن نقنن او نقلص شويه الاعداد، لكن ما نوقفش البرنامج. لان هم لما بيروحوا اولا احنا بننتقيهم في كل برامجنا، معايير الانتقاء والاختبارات بتبقى صعبه شويه، فاللي اللي بيحصل على مقعده لان دي منح، فبالتالي عشان ادي منحه لحد لازم اكون متاكده ان انا هستفيد منه كمان، يعني مش بس هو هيجي يستفيد من عندنا. فكلهم عندهم اثر على الارض في بلادهم عن طريق منظمات عمل مدني، عن طريق ان هم متحدثين في مؤتمرات مختلفه. فهم لما بيروحوا العالم دلوقتي كسفراء لبلادهم، من ضمن الحاجات اللي بيكتبوها انا خريج برنامج رئاسه تاهيل الشباب الافريقي للقياده بمصر. دي حاجه قويه طبعا جدا في السي في سواء المصري او حتى الافريقي. جدا طبعا. هل ممكن نوسع شويه او نزيد عدد المتدربين يعني يكونوا اكتر شويه في البرنامج اللي جاي الدفعه الرابعه الافريقي اللي هو برنامج تاهيل الشباب الافريقي للقياده؟ هي العدد 100، لان كمان ما اقدرش اوسعه قوي لان لازم ياخدوا يعني بيتقسموا 4 كلاسز في نص، كل واحد 25، وبعدين بيرجعوا يجتمعوا لو في فعاليات مشتركه. فعشان اقدر هم يعرفوا بعض كويس ال 100، يعني كل 100 بتكون وحده
وبعدين بيخشوا جوه الوحده الاكبر لما بيبقوا من قوائم الخريجين بتوعنا، فبينتقلوا لخريج بدل طالب، فبيتعرف على اللي قبليه. فلو عدد كبر قوي هيبقى ديلوتد شويه او هيضيعوا، مش هيعرفوا يبقوا اتصال بينهم معايا. بيكونوا يعني من كل الدول الافريقيه، بيبقى فيه لازم يعني يكون في احنا لغايه دلوقتي غطينا 40 دوله بس. يعني ان شاء الله باستكمال ال 10 دفعات لازم هنكون غطينا ال 54 دوله في افريقيا. ويمكن الدوله بتكون حريصه ان هي تهيئ ليهم كل حاجه، يعني البرنامج الرئاسي لتدريب الأفارقة على القيادة بتهيئ ليهم كل حاجة. صحيح، كل حاجة بتكون متاحة ليهم. صحيح صحيح، يعني من إقامة لمواصلات، مواصلات طيران أو مواصلات داخلية، من زيارات، من كل حاجة، كل تفاصيل. يمكن إحنا بنأكد وبنقول، وحضرتك يمكن قلتي قبل كده الموضوع ده، إنه إحنا مش بنشكل عقول الشباب لاتجاهات معينة، ولكن احنا بنعلمهم ازاي يفكروا، طريقة تفكيرهم ازاي. فعايزين برضو نأكد النقطة دي مع حضرتك. طريقة التفكير النقدي او التفكير المنطقي ده اسلوب بيعلم في الجهات التعليمية او التدريبية الكبيرة في العالم، وده يعني جزء لا يتجزأ من جميع برامجنا. انا مش مسؤولة كأكاديمية وطنية ان انا اخلق عقل جمعي بيفكر بطريقه واحده، وده غير صحي وغير صحيح. صحيح، فالاختلافات بتثري العمليه التعليميه او التدريبيه بصفه عامه، وبتثري قاعده المتدربين الموجودين عندنا، وبالتالي بيبقى لهم اثر ايجابي على اشغالهم او حياتهم، سواء هم هيرجعوا للدوله او هم مش لا بيشتغلوش في الدوله في احد البرامج الرئاسيه. فقولا واحدا لا، ما بناخدش الناس في اتجاه واحد، انا مش دي مش مسؤوليتي، لكن لازم اخد في اتجاه تفكير صحيح، طريقه التفكير نفسها، طريقه التفكير ايجابي مش سلبي، تفكير بناء مش هدام. طريقته بقى ازاي، هو منتمي لمين او بيحب مين او بيحبش مين، بالعكس انت بتكلمي انك في المستقبل هيكون عندك حياه حزبيه فيها تعدد، او ما احنا في طور تكوينها دلوقتي، فلو هو مش عارف الاختلافات زي اهلي وزمالك، زي يعني زي اي حاجه، ده مش معناه ان احنا يعني في فرق ان انا اهدم، في فرق ان انا يبقى عندي اختلاف في وجهه النظر. تفكير بناء، عايز ابني. يمكن زمان ما كانش في ايمان بالشباب قوي، كان في استهانه جدا بيهم وبافكارهم ومقترحاتهم. دلوقتي بقى في اهتمام اكبر بالشباب على كافه الاصعده. حضرتك طبعا يعني مع تواصلك الدائم مع الشباب واهتمامك بيهم من خلال طبعا البرامج المختلفه والاكاديميه الوطنيه، لاي مدى فعلا حضرتك لمستي انه الشباب ليه دور في مناقشة مشاكل بلده؟ هما ده مش انطباعي، دي حقائق على الأرض، حقائق بتتاخد من مبادرات فردية بياخدوها الشباب، أو من رعاية بتديها الدولة للشباب دول عشان يتبوأوا مناصب قيادية معينة. أكيد ما بتختارهمش علشان هي عايزة التجربة تفشل، بالعكس هي عايزه التجربه تنجح. فبالتالي ليه بقى عندنا كدوله اليقين والثقه ان لما اختار محافظ ونائب محافظ ومعاون وزير ومساعد وزير من فئه الشباب، احنا بنتكلم على ناس ما تعداش عمرها 35 سنه. شفنا برضو تم اختيار عدد كبير جدا منهم الفتره الاخيره. صحيح، نواب محافظين. ودي ما كانتش اول سابقه، دي كانت ثاني سابقه، فلو كانت سابقه الاولانيه ما نجحتش، ما كانتش الثانيه هتحصل، بالعكس الثانيه كمان احنا زودنا عليها، ان هو قبل ما يروحوا مقر عملهم يحلفوا اليمين وطلعوا من الاتحادية على الأكاديمية الوطنية، لأن كان في تكليف من السيد الرئيس إن هم ياخدوا برنامج تدريبي وقوائم وشهرين تدريبيين قبل ما يروحوا مقر عملهم. تدريبي في إيه؟ تدريبي في العمل العام في المحليات. ده ملف صعب جدا. هم جايين من خلفيات مختلفة ومتنوعة، مش كلهم برنامج رئاسي، في ناس من أحزاب وفي ناس دكاترة جامعة، بس كلهم بيشتركوا إن كلهم تقريبا من فئة الشباب اللي هو تاني لا يتعدى أعمار اللي موجودين من 23 نائب محافظ اللي كانوا عندنا 35 سنة، في 29 و30 يعني في أعمار مختلفة. يعني بتواصلي معاهم، متابعيهم؟ طبعا. طبعا هم بيرجعوا للأكاديمية في استشارات قانونية تخصهم، أو استشارات مالية تخص العمل بالمحافظة، أو تخص يعني بيرجعوا عشان نعمل لهم احنا ديو ديليجنس، أو بتدي نسأل لو آليات صرف في محافظة ما على صندوق ما، فبنسأل يعني بنعمل لهم رأي قانوني وبنبعته لهم. طبعا لازم نسبورت، يعني لازم نعمل السبورت المطلوب علشان يقدروا ينجحوا على الأرض. الموضوع مش موضوع حماس بس، هو بقى حماس ممزوج بعلم اللي حواليهم بقى بيدعموهم بيشجعوا بيسمعوا منهم إلى حد كبير.
الى حد كبير. خلي بالك التقبل التغيير في العالم ده شيء مش سهل. فاحنا مش حاله نادره يعني، حتى لو في يعني بيواجهوا مشكلات، لازم يواجهوا مشكلات، ومواجهه المشكلات ده جزء من النجاح. صح. يعني لو هم راحوا لقوا الارض مفروشه ورد وياسمين والسجاده الحمراء مفروشه، مفيش تحدي هيخليهم. حضرتك بقى تدعميهم وتقول لهم تيأسوش، خليكم هم موجودين. في الفئه العمريه دي وانس بتمكنيه، بتدي له ثقه اولا، وثانيا بتمكنيه علميا مظبوط، هو بيبقى عنده الحماسه والقدره ان هو يواجه التحديات. يمكن النصايح اللي بنقولها لهم ان هو يكون اهدى، لان طبعا دايما المقاومه بتبقى من الفئه العمريه الاكبر شويتين. حماسه يعني تقبل برضو. احنا دوله لغايه 2000 ولغايه اول فكره البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، كانت فكره ان حد صغير ياخد منصب دي ما كانتش في السيستم. فاحنا بنغير تراث بقاله على الاقل 50 سنه، فلو مش متوقعين يبقى في مقاومه ورفض للتغيير من بعض الفئات نبقى حليمين شويه. وعامه هي برضو مش النسبه اللي تسترعي انتباه او تسترعي ان احنا ناخد رد فعل او تصرف، هو الفلفصه الطبيعيه يعني. هم يعني لا محاربين. صح. من غير اي عنف على فكره، ومن غير اي، بالعكس احنا بنقول لهم كل ما كان هادي وصبور ودبلوماسي في انه يكسب ارضيه في المكان اللي هو رايحه بغض النظر هو فين، كل ما كان انجح. السهل ان انا اتخانق. هم اضافوا اعتقد برضو في محافظات كتيره جدا، اضافوا حاجات كتير يعني. طبعا اضافوا حاجات كتير، والساده المحافظين بيعملوا لهم دعم، لان هو يقدر بحكم سنه ينزل على الارض يعمل حاجات الوزير المحافظ يعني هيبقى صعب، مش بس عشان سنا يعني، الشاب صغير يقدر يكلم شباب صغيرين. تتكلمي على بلد 60% منها في سن الشباب، فاللي هيكلمهم حتى هيكسب ثقه اكتر لو هم نفس الفئه العمريه. نرجع بقى لتدريب الموظفين، عشان دي نقطة مهمة جدا. تدريب بقى الموظفين في القطاع العام وقطاع الحكومة، التدريب بيتم ازاي؟ وهل واجهتم أي صعوبات في البداية، أي مشاكل؟ كالعادة يعني ممكن يبقى فيه شوية عراقيل يعني. احنا عندنا كذا محور لتدريب موظف الدولة أو من سيلتحق بالدولة. عندنا مبادرة احنا عملناها تحت المدرسة القيادة اللي هي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. ده بيخاطب فئة عمرية أكبر. البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب للقيادة بيخاطب من 20 ل 30، تأهيل التنفيذيين للقيادة بيخاطب من 30 ل 45. واحنا يعني قررنا ان احنا أول دفعتين أو ثلاثة نختارهم من داخل الدولة، الدولة بكافة قطاعاتها. اللي بيتعاملوا مع الجمهور؟ لا، ده برنامج رئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ده غير المبادرة بتاعت المسؤول الحكومي المحترف. ده غير ده تحت مظلة مدرسة التأهيل للقيادة اللي هي تحتيها البي ال بي والاكزكتيف بي ال بي والافريكان بي ال بي، فده الاكزكتيف بي ال بي. وتدريب موظف الحكومة؟ تدريب موظف الحكومة ده ملف تاني، بس الملف الأولاني اللي بحكي لك عليه دي برضو منحة من الدولة للموظفين اللي ما بيتمش اختيارهم، هما بيقدموا لوحدهم اونلاين. هما اللي بيقدموا؟ بيقدموا لوحدهم خالص اونلاين. تمام. مفيش أي توصيات من أي جهة ولا من أي مسؤول تماما. في إقبال بقى على في إقبال، بس هو البرنامج صعب جدا الالتحاق بيه، لأن معايير الدخول ليه من امتحانات مختلفة، سواء امتحانات لغة عربية أو معلومات عامة أو لغة إنجليزية أو مقابلات شخصية أو اختبارات نفسية أو أي كيو، مصممة بطريقة إن أنا لازم أخرج من البرنامج ده البول اللي عايزه كمتخذ قرار في الدوله اختار شخصيه قياديه هيكون من دول. ليه اخترناهم من العاملين بالدوله؟ لان احنا مؤمنين ان مش ممكن يكون جميع من هو يعمل بالدوله غير صالح، يعني ده تفكير يجانبه الصواب الى حد كبير جدا. واكيد بيواجه برضو مشكلات عديده في بيئه العمل. ده طبعا موجود، فمش الحل ان انا كل ما ابقى عايزه منصب قيادي في الدوله اروح ادور حد من بره الدوله اجيبه. مش كل مره طبعا، لكن الاغلبيه العظمى بنبتدي، او احنا حتى كشعب خلي بالك ان في دايما في التسويق بنقول ان الصوره الذهنيه اقوى من الحقيقه. فالصوره الذهنيه لو رحتي قلتي لحد في الشارع هجيب لك موظف حكومه يبقى قائد، هيتلاقي بالظبط ثانك يو يور رياكشن، بس يعني ده مش حقيقي. يقول لك على طول مدام سعاد، بس ده مش حقيقي على فكره. هم اولا اهل مكه اضرب بشعابها. موظف الدوله ده عارف قوانين ولوائح كويس جدا، يمكن زي ما انت بتقولي ما توفرتلوش بيئه عمل مناسبه، فانا ما اقدرش احاسبه قبل ما اهله. لازم ادي لنفسي فرصه الاول ان اهل اللي قدامي وبعدين احاسبه. احنا كده بنتكلم عن التنفيذيين. فده اتقدم لي في الدفعه اللي شغاله دلوقتي
اللي هي وصلت بقى لها شهرين بتتدرب، اتقدم لي 11000 متقدم اللي نجحوا 79. مش مهم على فكره، بس في 79 واحد. البرنامج ده احنا صممناه مع الإناء في فرنسا والجي سي اس بي في سويسرا وان اتش اي في كوريا. 79 من 1000 واحد مش وحش، مش وحش. لو عندك 79 واحد هيقدروا ياخدوا مناصب قياديه، في 20 قائد يقدروا يغيروا مصر. فانت مش محتاجه اعداد كبيره على فكره قوي، لكن ده معناه ان فيه انه مفيش، مش زيرو يعني. بس 79 من 1000 11000 11000 اوكي متقدم. 11000 متقدم. مش مهم. احنا بناخد دلوقتي الدفعه الثالثه بتاعته، يعني في احنا دلوقتي في يوم الويك اند الجاي اللي هو جمعه وسبت وحد، عندنا لجان الخبراء اللي بيترأسها عامه احد الوزراء الحاليين، وده بيدي ثقل طبعا للبرنامج، ان هو رغم ان ما بيجيش توصيه من وزير او من مسؤول على موظف خالص. أيوة. محدش بيوصي على حد خالص، الناس بتخش لوحدها. وده على فكره دي برده مفيش تهريج يا جماعه، مفيش تهريج وما فيش احساس بالظلم خالص. كل موظف نجح عارف ان هو اخذ مكانه ده باجتهاده. تمام، احنا كده اتكلمنا عن التنفيذيين. البرنامج المبادره اللي بتتكلمي عليها دي اللي هي المسؤول الحكومي المحترف. المسؤول الحكومي المحترف دي بتتكلم تنين ونامي، نوسع الرقم شويه يعني، نوسع العدد شويه. هو ده احنا بنهايه المشروع هنكون دربنا 11800 موظف. تمام، لانه هيبقى صعب تدريبهم كلهم طبعا. لا طبعا لا، بس احنا ادينا نموذج. لو لما نحب نخاطب الفئه دي اللي هي الاشرافيه من الموظفين، ايه انواع البرامج والنشاطات والفعاليات اللي بتتعمل جوه البرنامج اللي تقدر تخلي الموظف اللي في وظيفه اشرافيه معامل تغيير. احنا ليه عملنا المبادره دي كده؟ هو ان يعني في عجاله، احنا معتقدين ان جزء من عدم رضا المواطن عن الحكومه هو نوع الخدمه اللي بياخدها من بعض موظفين اللي بيقدموا الخدمات. صحيح، ماشي. هرجع تاني لنفس الارجيومنت اللي بقوله لك، انا دربته كفايه، فاهلته كفايه، وهو ما عملش شغله. لما يبقى عندنا اجابه واضحه وصريحه، محدش عنده الاجابه دي على فكره، مش بقولك، مش بسالك عشان محدش عنده رد انا دربته وعملت كذا. اكيد خضعوا تدريبات كتيره واكيد منها كتير كويس، لكن احنا بنتكلم على تدريب موجه. انت مقدم خدمه، بنعمل بقى تغيير للعقل. هو المواطن ده عميل. ليه حضرتك لما بتروحي شركه قطاع خاص، احد شركات الاتصالات او غيرها مثلا، عشان دول بنتكلمهم على طول، بتلاقي اللي معاكي على التليفون مهما تعصبتي هو بيحتويكي. وما ده مهاره، هو صح. مش جاي من بيته كده، هو اتدرب كده. ليه لما تبقي عايزه حاجه بيلبي لك طلبك على قد ما بيقدر. ليه لو مش في ايده الزبون دايما على حقه يعني، هي بالظبط كده. ليه لو مش في ايده يلبي الطلب؟ يعني في مثلا، مش كل مره انا بروح اطلب خدمه من موظف شباك بيبقى عنده الحل، ساعات بيبقى الحل مش في ايده اساسا. مثلا في يعني بطء وبيروقراطيه في، لا مفيش بيروقراطيه، بس مش في ايده الحل. فهو بحكم معرفته ممكن يقول لك ايه، لا والله ما عندناش الحل ده، مش عندي خلاص. وممكن اقول لك انا تعبتك، كتر خيرك والله، يعني بصي انا هسال وهرجع لك، او ممكن ترجع لنا كمان اسبوع هيكون عندي رد. طب هل هم يعني في بدايه التدريب كانوا مستجيبين لي؟ لا. لانه في منهم ممكن يكونوا يعني كبار سن، يقول لك انا احنا عندنا 55 سنة. وانا بشوف كده بصراحه، انه لا انا راجل كبير، انا ست كبيره، انا ليه هخلي حد اصغر مني يعني يدربني؟ او عندنا فئه عمريه بتتراوح، دي ما فيهاش فئه عمريه ثابته زي البرامج الرئاسيه، عندنا لغايه 55 سنه متدربين. امتى ما كانوش مستجيبين للبرنامج؟ اول 3 ايام. كان بيعملوا ايه بقى؟ كانوا بيستخبوا بقى من لان طبعا انت يعني اولا التدريب من 10 صباحا ل 5 مساء. فدي فترات عمل اطول. فيش بريك؟ لا في بريك، في نص، في لانش وبريك وكل حاجه. بس هو انت قاعد جوه كلاس روم 6 ساعات، قاعد جوه مكان 6 ساعات او 8 ساعات، انت ما بتقعدش في مكان شغلك الوقت ده غالبا يعني. ف وهم مش عارفين يعني ايه اهميه اللي هياخدوه، ومعتقدين انه هيسمعوا تاني يعني كلام انشائي اكتر. ف بعد 3 ايام بقوا هم ده كانت مع اول دفعتين على فكره، مش على طول. بقى كده البرنامج سمع، فبقوا كلهم بيغيروا من بعض وعايزين يجوا عشان هم بيستفيدوا. الرد الفعل كان رد الفعل الايجابي من الملتحقين بالبرامج، سواء في ادائهم في بيئات عملهم اللي رجعوا لها، او سواء الفيدباك اللي بيقولوه لنا لزمايلي اللي بيشتغلوا معايا في الاكاديميه من الكوردينيتورز بتاعه البرامج، كانت فوق تصوراتنا. انا عارف ان انا دلوقتي معامل تغيير، فانا هبذل قصارى جهدي ان انا اكون موظف فاعل، ان عارف انا دوري قد ايه مهمه في نجاح الدوله المصريه بصفه عامه.
انا التدريب اثر في حياتي الشخصيه. في ناس كسبت انتخابات كانت بتخسرها، في ناس قدرت ان هي تنقل يعني راحت لرئيسي الهيئه اللي هم فيها وقالوا احنا 3 4 اخذنا التدريب ده عايزين ننقله لزمايلنا. لو هو شايف انه كان جاي يقضي وقت، هو او هي شايفين انه جاي يقضي وقت، ما كانش هيبقى فيه ردود افعال بناءه صح. زي اللي بقول لك عليها. وبعدين تصميم البرنامج مختلف شويه برضو عن البرامج الثانيه، ان هو مش متصل. يعني برنامج 45 يوم متقسمين اسبوعين، وبعدين بيرجع شهر مقر عمله، وبعدين اسبوعين بيجي لنا الاكاديميه، يرجع شهر مقر عمله ويرجع لنا اخر اسبوعين. ليه بيرجع في مقر عمله؟ لازم يقارن او يطبق اللي اتعلمه ويرجع لنا ايه التحديات اللي واجهها. هل هو مثلا في ممكن يكون التحدي تشريع بيعيقه عن تأدية عمله وده مش في ايده، بس لما يرجع لنا نبتدي احنا نصعد الموضوع ان يمكن لو غيرنا جزء في لائحه او جزء في تشريع او بيبقى يعني بيبقى في بعد كده تواصل مستمر عشان تبقي عارفه ردود الفعل والصدى من التدريب. مفيش حد بيتدرب في الاكاديميه وتنقطع صلاتنا بيه، احنا الخريجين هم احد ثرواتنا زي المتدربين زي اي حاجه الاكاديميه عندها. الاختبار النفسي هو مش واحد، ده كتير. هو ده اهميته اولا ايه؟ هو بيقيس الجدارات اللي مطلوبه في الوظيفه، عشان كده هو مش واحد، هو متغير. يعني الاختبار النفسي بتاع الاكاديميه مش اختبار واحد. بيكون عباره عن ايه يعني؟ بيكون عباره عن قياس، هي المحاور واحده بس نوع صعوبه وسهوله الاختبار وطوله وقصر الاسئله وتعقيدها من بساطتها حسب مين اللي راح يختبر. يعني مثلا الصدق، الشفافية، النزاهة، القدرة على العمل مع فريق، القدرة على التواصل الفعال. مثلا أنا لو احنا مثلا من الناس اللي بتتدرب عندنا المخاطبين وهم يلتحقوا بمجلس الدولة، فده هيبقى قاضي. فمستوى الأسئلة اللي بقيس بيها النزاهة والشفافية أعلى بكتير جدا من اللي ممكن أقيسها مجرد موظف عادي مش قاضي. يعني في فرق في نوع الوظيفة اللي هيؤديها الشخص اللي هيلتحق بالبرنامج، فبالتالي نوع البطارية اللي بيمتحنها بتبقى مختلفة. الصحة النفسية بتقاس. بتقاس ازاي يعني؟ احنا بأسئلة. أسئلة مش اختبار كشف الكذب وحاجات دي. لا بأسئلة معينة، أسئلة مركبة بطريقة معينة. في لجان بتعمل الاختبارات دي، هي عملية مهمة جدا. صعبة جدا، مش أي حد بيجتازه. أكيد الصرامة دي في اختيار المدربين والمتدربين بيكون ليه هدف يعني، أو مهم إن يبقى فيه صرامة كده في المتدربين وحتى المدربين كمان، مش أي حد بيجي يدرب عندكم في الأكاديمية. المدربين بيخضعوا برضو بيخضعوا لاختبارات وبيخضعوا لتقييمات، التقييمات مستمره طول فتره عملهم معانا. لكن قبل ما يلتحقوا اساسا يلتحقوا العمل بالاكاديميه بيكون في مجموعه من التقييمات الثانيه والاختبارات، واللي بيجي يعمل برزنتيشن عشان نبتدي ونعمل يعني مجموعه من الحضور متفاوته، ويبتدوا يقيموا الشخص اللي بيحاضر، ولازم يخضع لبرنامج بتاعنا احنا مفصلينه بتاع تدريب مدربين. طب هل المتدرب ممكن بعد كده يكون مدرب يعني بيدرب؟ وارد على فكره. يعني معظم المدربين اللي عندنا بنسبه مثلا مش اقل من 90% هم بالفعل كوادر عامله. يعني شفت كذا حد فين بيدرب في مجالات مختلفه في اماكن مختلفه. يعني هو دلوقتي ما بقاش عنده رفاهيه اماكن مختلفه كتير قوي، يعني هو كم العمل في الاكاديميه ما بتسمحلوش باماكن اخرى. بس هما مش بس بيدربوا في اماكن مختلفه، هو بيشتغل في حته فبينقل خبره. يعني دكاتره الجامعه موجودين في اجزاء معينه محدوده، لكن الاكثر عددا موجود هم المدربين المحترفين اللي هو بينقل خبرته من مجال عمله لقاعه دراسيه. طيب حضرتك قلتي انه عندكم متدربين من هيئه قضايا الدوله ومن مجلس الدوله وكل الجهات القضائيه، موظفين في قطاع الحكومه وغيره وغيره افارقه. طيب ليه ما فيش الاعلاميين؟ لا الواحد ازاي؟ الواحد مهم برضه ان هو دايما يتعلم ويثقف من نفسه، ده مش عيب بالمناسبه. طب ليه ما فيش كده قسم للاعلاميين؟ هي مش اقسام على فكره، هي او برنامج ليهم يعني. خلي بالك الجهات القضائيه والقطاع الاعمال والموظف الحكومي المحترف، يعني دي حاجات مالهاش علاقه ببعض، بس كلهم تكليفات يا اما من السيد رئيس الجمهوريه او من السيد دوله رئيس الوزراء، فبيبقى تكليف. ده برنامج رسمي. لكن احنا عملنا برنامج ل من
من حوالي سنه كان للمتحدثين الاعلاميين بجميع الوزارات. وده كان برنامج طويل الحقيقه يعني، لان هم كمان لا انا بتكلم عن الاعلاميين بيشتغلوا في مجال الاعلام. هنعمل كده قريب، احنا اوريدي بندرس فكره ان يبقى عندنا مدرسه وعد وعد ان احنا بندرسه فعلا يعني. بندرسه ونشوف لو هيبقى عندنا شركاء اجانب. مش عايزين اختبارات صعبه بقى يعني. يعني هنشوف حكايتي. طب اللي حابب ان هو ينضم للاكاديميه او لاي برنامج يعني يأهل نفسه ازاي؟ يعمل ايه؟ عشان يقدر ان هو يجتاز طبعا. انت ما عندكيش حاجه ممكن تقدمي فيها لو انت مش بتشتغلي في الدوله، ما عندكيش غير البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. واحنا عندنا الدفعه الرابعه المفروض يعني دي اللي هنبتدي بيها، احنا خلاص ثلاث دفعات. او البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب الافريقي للقياده، لان هو كمان في نسبه مصريين يعني، في نسبة مصريين في برنامج تأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. غير كده هي برامج مخاطب بيها العاملين بالدولة. يأهل نفسه إزاي؟ يبقى شخص مطلع، لأن يعني اختبار الثقافة العامة اختبار ثابت باختلاف صعوبته وسهولته، بس اختبار ثابت لجميع من يلتحق بالأكاديمية. الشطارة مش شطارة فنية بس، الشخصية متكاملة، شخصية ملمة بجميع الامور الحياتيه والثقافيه والعلميه اللي موجوده في الحياه. فالشخص اللي مش بيقرا كتير، اللي مش بيطلع كتير، اللي مش بيواكب التغيرات اللي موجوده، يعني ممكن يبقى له مكان في حته تانيه. تمام. يبقى اهم حاجه تكون واسع الاطلاع وتقرا كتير في مجالات مختلفه. طيب يمكن دكتور رشا راغب هي معنيه بشكل كبير جدا بالتعليم. توليتي مناصب عديدة في دول مختلفة وفي مؤسسات مختلفة تهتم بالتعليم وتطوير التعليم بشكل عام. وإحنا يمكن هنا في مصر في مشكلة، عندنا مشكلة إنه عادة المناهج اللي إحنا بندرسه في الجامعات والمدارس لا يناسب احتياجات سوق العمل. إزاي من خلال الأكاديمية قدرنا إن إحنا نأهل الشباب، وبالفعل هم خلاص اتأهلوا طبعا، يعني نأهلهم لاحتياجات سوق العمل. انا هرجع لك تاني لبرامجنا. احنا بنأهل الناس اللي هيروحوا وظيفه معينه لوظيفتهم، مش لسوق العمل على المطلق. مش لسوق العمل على المطلق، دي مش من ضمن مهام الاكاديميه ان انا أأهل لسوق العمل العام. ولا عندنا الوقت ولا عندنا الكاباسيتي ان احنا نقدر نعمل كده دلوقتي. لان انا يكفيني كاكاديميه وطنيه ان انا اهل الملتحقين بالدوله، سواء جهات قضائيه او جهات سياديه او جهات مؤسسات حكوميه، بغض النظر عن القطاع المعني اللي بيخاطبني عشان ااهل الناس اللي هيلتحقوا بيه او هيترقوا المناصب القياديه جواه. انا كفايه عليا قوي كاكاديميه الملف ده. البرنامج الرئاسي تاهيل الشباب للقياده مش دوره قوي برضو ان انا ااهل الناس سوق العمل، هو ضمنا لما بتبني شخصيه صحيحه وسليمه بتقدري تخليه كفء ان هو لما يقدم في 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 اماكن عمل، وهم اوريدي بيبقوا بيشتغلوا واخدين تفرغات، بس لو حاب ينقل من كارير للتاني، من شركه لاخرى، من مؤسسه لاخرى، بيبقى عن طريق السنه اللي قاعد يدرس معانا فيهم بمختلف التحديات والفعاليات والبرامج والاكشطه اللي بيتعرض اليها خلال سنه كامله متكامله في حاجات بتتكامل مع بعضها، بيخلق شخص مختلف. انت اللي بتشوفيه في اول البرنامج ملوش اي علاقه باللي بتشوفيه في اخر البرنامج. هل ممكن نشوف يعني فروع مختلفة للأكاديمية في محافظات تانية؟ يعني إن شاء الله، بس مش دلوقتي. يعني إن شاء الله أكيد، بس مش دلوقتي، لأن لازم نكون قادرين نبقى ضامنين نفس كفاءة الجودة بتاعة الخدمة لو إحنا خرجنا من المقر الرئيسي وبقى عندنا فرع. ومع ذلك إحنا في البرنامج بتاع أو المبادرة بتاعة المسؤول الحكومي المحترف، إحنا بننتقل، بس بننتقل بفريق عمل. يعني في بورسعيد لما عملنا انتقلنا بفريق عمل أقام هناك، مش بالأكاديمية، فريق عمل من الأكاديمية، بما فيهم المحاضرين على فكرة. يعني احنا لازم بقى نفس الكواليتي بنفس الطريقه بنفس المنهج بنفس الطريقه. المفروض ان احنا الخطوه الجايه بتاعتنا ان شاء الله في البحيره وكفر الشيخ، كذلك سننتقل بفرق عمل ووادي جديد. البحيره وكفر الشيخ ووادي جديد. والوادي الجديد دول الثلاث محافظات اللي جايين. احنا خلصنا القاهره. النائبه الموجوده في الوادي الجديد حنان مجدي. حنان يا جماعه من الشخصيات المجتهده جدا، واعتقد طلعت من اهم الشخصيات المؤثره في، او يعني كانت في كان في كده زي فوت او حاجه انه هي من اكثر الشخصيات اللي يعني هي القياديه المؤثره. هي طبعا يعني النائبه حنان مجدي
كمان التحدي اللي عندها ان هي سيده وان هي في محافظه صعبه. الوادي الجديد جدا ما عندوش قوي الابريشيشن بتاع قيمه المراه ودورها، فطبعا التحدي عندها مش تحدي اداري جوه المحافظه، التحدي تحدي مجتمعي طبعاً. جوه مقابل تقبل الناس ليها، لكن هم على المجمل كلهم عاملين نشاط على الارض. يعني برضو النائبه نهال بلبع في البحيره، النائب عمرو بشبيشي في كفر الشيخ، النائبه حنان نجدي، ودول الثلاثه المعنيين بالتدريب اللي جاي. يمكن احنا نتكلم عن السيدات وقد ايه قدروا ان هم يعني يتحدوا مشاكل كتيره جدا ويتغلبوا عليها. احنا شهر مارس هو شهر المرأة زي ما كنا بنقول، ويمكن عشان كده هنركز على قد ما نقدر ان احنا في هذا الشهر نجيب نماذج للسيدات مؤثرة وقيادية وناجحة، زي طبعا دكتور رشا راغب من النماذج اللي في الحقيقة نفتخر بيها هنا في بلدنا، وسيدة يعني مجتهدة جدا ومكافحة جدا، ويعني خرجت عدد كبير جدا من الشباب اللي عنده فكر وليها دور تنويري كبير جدا. خليني كده في النهاية أسأل حضرتك إنه السيدات اللي نفسهم يكونوا زي حضرتك، لو تدينا كده روشتة نعمل إيه، يعملوا إيه عشان أكون سيدة ناجحة واقدر ان يعني ما اقصرش مع اهلي او في بيتي او ايا كان، وفي نفس الوقت احافظ على شغفي وعلى شغلي. ازاي اكون سيده ناجحه؟ هو انت قلتي الكلمه السحريه، وانس ان عندك يعني وانس تحقق ان عندك شغف باللي بتعمليه، ايمان باللي بتعمليه، هتلاقي كل الحاجات بتنزل في مكانها الصحيح زي البازل كده. يعني الناس اللي ما بتبقاش قادره توفق بين حاجات كتير في حياتها لان غالبا هم في حاجه مش مستريحين وما بيعملوها، لكن لو انا مستريحه في اللي انا بعمله هقدر احافظ عليه. طبعا بيحتاج يعني مش هقدر مش عايزه مش عارفه احكي لك قصص تحديات ونجاح ومش عارفه اعمل الموديل ده يعني، لا بس اكيد بس واجهت يعني واجهتك مشاكل كتير. لو عندك ايمان بهدف مش بتشوفيها بتتعثري في النص وترجعي تقفي تاني عادي. ما اثرتش عليكي خالص؟ لا لا خالص. لا لا خالص. كنت عندك هدف وعايزه توصلي؟ ما عنديش رفاهيه ان انا اقف على كل حاجه هتكعبلني واقف اعيط جنبها شويه، رفاهيه الوقت والمجهود ده. كنت صغيرانه انه سيده وتتولى مناصب يعني مهمه، اكيد كان في غيره من يعني انا بعتقد انا مدرسه ان من الذكاء ان يبقى عندي علاقات طيبه مع كل اللي حواليا، وما اصيرش حفظتهم ولا اثير غيرتهم ولا اثير قلق من عندهم ان انا باخد مكان حد او ان انا باخد مكانه حد او ان انا دي نقطه مهمه جدا. يعني اعتقد ده من يعني من من من, من ادوات النجاح. كل ما قدرت يبقى وجودي غير مضر وغير مثير لحفيظه الاخرين اللي حواليا، ف حتى اللي هيبقى متضايق هيضطر يضايق جوه نفسه انه ما عندوش حاجه يقدر يقولها، هو متضايق منك علنا ليه؟ فلو متضايق جوه نفسه خلاص بقى مش هنقدر نعمل له حاجه يعني. بس قدرتي ان انت تتغلبي على كل ده، عندك هدف عايزه توصلي له والحمد لله. الحمد لله نجحتي فيه. الحمد لله. انا طبعا بشكرك على وجودك النهارده معانا دكتور رشا راغب المدير التنفيذي الاكاديميه الوطنيه للتدريب، شكرا ليكي نورتينا. ويعني ممكن نختم بانه الشباب لما بنديله فرصه حقيقيه وبنحمله المسؤوليه هو يعني بيعمل كل حاجه كل المستحيل عشان يكون قدها. قولا واحدا بلا ادنى شك. انا بشكر حضرتك، شكرا. ميرسي جدا. ميرسي. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. برنامج هذا الصباح انتهى، بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده وصباح جديد. بكره هيكون عندنا كمان يعني حلقه خاصه، هنروح مع حضراتكم نتفقد عدد من المشروعات التنمويه في شمال سيناء، وهنشوف بقى المشاريع اللي بيتم افتتاحها في جوله مختلفة وجديدة مع دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أول جولة ليها طبعا في شمال سيناء بعد توليها المنصب. بكرة إن شاء الله في حلقة خاصة، والتغطية الإخبارية مستمرة على إكسترا نيوز.